انا بقى يا جدعان، بما ان الراجل بيصور، يعني كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن موضوع السباكه والشباكه وبيطلعوا عين امنا وقرفنا. خش معايا في زوم بالتليفون كده بعد اذنك، خش معايا زوم. يعني سؤال لو نبي، سؤال لو نبي، هل يرضي ربنا الماسوره خارجه عن الحيطه كده؟ يعني انا عايز افهم، هل يرضي ربنا الماسوره خارجه عن الحيطه كده؟ وهل يرضي ربنا ايه ده اللي هو عامله ده، مكسر الحيطه كلها عشان خاطر حته الماسوره؟ يعني وهنا ملبشني، مش عارف ملبش ايه، وهنا وهنا، يعني ايه العك اللي هو، انا عايز افهم بس، يعني عشان خاطر الواحد يفهم بس، ينفع يرضي ربنا الكلام ده؟ دي كلها ماسوره صرف، يعني دي كلها ماسوره صرف. ايه ماسوره ده؟ ماسوره مجاري مش ماسوره حط. ايه والله ماسوره مجاري دي. وهنا بسم الله ما شاء الله على الجنب، الجنب ماشي بالقده، اقسم برب العزه ما واخد هنا من تحت، والله ما واخد هنا من تحت، وطالع فوق تلبيش تلبيش، والحيطه خارجه عن القمر او قمر. ايه يا جدعان؟ ابوس ميتين اهاليكم، ارحمونا شويه، السباكين والكهربائيه والمحاره وبتوع الطوب لا والنجاره. ايه؟ لا النجاره احنا بنعدل عادي، يعني ارحموا ميتين ابونا شويه، احنا والله العظيم نقدر نكفر. وسؤال لو نبي بقى، انا اول مره اشوف كهربائي، اول مره اشوف كهربائي يوصل في الشقه كلها نور ويخرج منها سلوك في قلب البدايه الا الحمام والمطبخ، على الحلال منين موصلين لندن من ورا من بره، مش نازل سلك من قلب البدايه. يعني اللي غيظك ان هو مش نازل سلك من قلب السقف، ان احنا نركب دوايا وبتاع، لا ازاي؟ ده احنا موصلين سلك كمان من بره، يعني يرضي ربنا الكلام ده يا جدعان؟ والله العظيم ثلاثة ما يرضي ربنا، احنا بنكفر والله العظيم ثلاثة، احنا طالع نجيب ابونا، انا مش هشتغل تاني، انا هبطل ام الصالحة. احنا هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شفت الشغل عامل ازاي؟ الشغل وعاملين سقاله بتاعت المحاره، ولا لاقيين برميل واقف عليه ولا بتاع. اقفل يا ابني، اقفل اقفل. انا هبطلها الصنعه دي، مش هشتغل في الصنعه تاني.